عليكم صباحكم عسل وقشطة. هذا في ثلاث أخوان، اثنين منهم متزوجين وكل واحد منهم عنده ولدين، والأخ الأصغر عمره حل 4 سنوات. بعد فترة توفت الأم، زوجة الأخ الأكبر ربت الولد هذا اللي عمره 4 سنوات، تعاملوا معاملة زينة. بعد فترة امرضت زوجة الأخ الأصغر وتوفت، وعندها ولدين وربتها زوجة الأخ الأكبر، ربتهم مع عيالها، تعاملوا معاملة طيبة. بعد فترة صارت ما تحملهم، صارت تضربهم، صارت تعاملهم معاملة مو طيبة، وتأخر عليهم في الأكل، وعيالها لا في أحسن الأكل وتعطيهم الأكل في وقتها، وتعاملوا معاملة زينة. بعد فترة تعبت زوجة الأخ الكبير وتوفت. تزوج الأخ الكبير هذا، تزوج، ويوم أنه جاب زوجته تعامل الأيتام زوجة الأخ الأصغر والولد هذا أخوه تعامله معاملة طيبة، بس عيال الزوج الأكبر عياله تعاملوا معاملة مو طيبة، صارت تضربهم وتحملهم وتأخر عليهم في الأكل. سبحان الله، نفس ما كانت هذيك زوجة الأخ الأكبر تعامل عيال الأخ الأصغر وتضربهم وما تعطيهم الأكل في الوقت وتبهدلهم، وكانت تضربهم ضرب مبرح. كانت سبحان الله جات من تبهدل عيالها وتضربهم نفس ما كانت تضربهم وتتأخر عليهم في الأكل. سبحان الله، اتقوا دعوة المظلوم. نفس ما كانت تعامل عيال الناس جاءوا من يعاملون عيالها. وهذا اللي أيتام، وهذه قصتنا انتهت. وإن شاء الله نالت على جام الجميع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن.